يقول السائل: هل تجوز الرقية بالكهرباء إذا استصعب على الراقي إخراج الجن؟ إخراج الجن بالرقية، ما هو بالكهرباء، بالرقية الشرعية، قراءة القرآن على المصاب والنفث عليه يكون بهذه الطرق، طرق الرقية الشرعية والتعويذات الشرعية. ومن العلماء من يرى أنه يجوز ضرب المصاب، لأن الضرب يقع على الجن ولا يقع على الآدمي، لكنه الضرب الذي لا يكسر العظم ولا يشق الجلد، وإنما يكون ضربا متوسطا. هذا رأي بعض العلماء، إذا تأكد إن فيه جن فله أن يضربه، يقول: والضرب لا يقع على الآدمي وإنما يقع على الجن. أما أنه ينفتح الباب للضرب والكهرباء ولو كان ما فيه جني، لأن ما هو كل مصاب يكون فيه جني، هذا يضر الناس، هذا يضر المرضى ويزيدهم مرض، هذا ما يصلح إلا لمن يعرف هذه الأمور ويتقنها ويعرف المجنون من غيره. أما كل يضرب وكل يستخدم الكهرباء، وقد يكون 19 المرضى ليس فيهم جن، فيكون الضرر على نفس الآدمي. نعم.